مبروك لكل الأهلاوية عودة درع الدوري العام لبيته، لمكانه اللي اتعود انه يكون موجود فيه منذ نشأة البطولة، البطولة رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وهي بطولة استثنائية وهامة بعد ما فقدنا اللقب على مدار موسمين لأسباب كتيرة جدا مش عايزين نتكلم فيها. استعاد الأهلي والأهم انه عن جدارة وعن استحقاق بطولة الدوري اللي قدم فيها واحد من أفضل مواسمه على مدار التاريخ، وحقق فيها الموسم ده أرقام قياسية بالجملة. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، وما زال المشوار مستمر، نحن لا نلتفت إلى الآخرين، هدفنا هو النادي الأهلي والموسم ما زال مستمر، وعندنا لقاء شايفينه في منتهى الأهمية، هيكون إن شاء الله الاحتفالية الحقيقية بتتويج الأهلي ببطولة الدوري السنة دي يوم الخميس اللي جاي أمام المنافس التقليدي الزمالك. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، وعندي كلام كتير جدا عايز أكلم معاكم فيه النهاردة، وخصوصا أنا النهاردة الحقيقة يعني أنا ما يعني مش بتاع سوشيال ميديا قوي، والقريبين مني يعرفوا وأنا ماليش في قصة الشير واللايك والترند والحاجات دي، لكن النهاردة حسيت إنه في ثورة اسمها ثورة المبادئ والأخلاق، وتليفونات كتيرة جدا بتنهال عليا من صباح اليوم من على كل مستويات، ناس دكاتره الجامعه وناس ضباط وناس محامين وناس بسيطه وناس بقابلها في الشارع، كلهم بيتكلموا في نفس القصه ونفس الموضوع. طب ايه الحكايه وايه الروايه وعايز تقول ايه؟ هقول وهدخل في التفاصيل بس بعد فاصل سريع ونرجع لكم. الاهلي زعيم القاره الافريقيه وبطل الكره المصريه الاوحد بلا منافس وبدون منازع، موسم استثنائي زي ما قلت، 5 بطولات علامة كاملة لمستر كولر مع النادي الأهلي. مبروك الحقيقة لكل أهلاوية، جمهور الأول في البداية اللي كان ليه بالتأكيد دور كبير جدا في تحقيق الإنجازات دي بعد فترة من عدم الرضا أو عدم الاستقرار، رغم أن كان في نجاحات كانت بتحلم بيها أندية كتير جدا، لكن الجمهور الأهلي في حتة تانية وتفكيره بالتأكيد يختلف، بطولة أو بطولتين لا ترضي طموحه بأي حال من الأحوال، فما كانش فيه بد أو سبيل سوى استعادة الألقاب اللي فقدها النادي الأهلي، وقد كان 5 بطولات حققها الأهلي في الموسم الحالي ولم ينتهي الموسم بعد. قدامنا لقبين على السباعية اتكلمت فيهم من بدري وقلت إنه الأهلي عنده هدف كبير جدا الموسم ده إنه يحقق، وهو قادر إنه يحقق 7 ألقاب. أتبقى لينا بعد حسم لقب بطولة الدوري، بطولة كأس مصر، وبطولة السوبر الإفريقي في أغسطس إن شاء الله. ولسه بيتكلموا على الرعاية؟ خلينا نستعرض معاكم، احنا نتكلم اساسا على 64 بطولة دوري من اول ما بدأت البطولة، توج الاهلي فيهم ب 43 نسخة، ومعانا بعد كده 6 اندية، الزمالك، الاسماعيلي، المقاولون، غزل المحلة، الترسانة، والاولمبي، مجتمعين مع بعض 21 نسخة من بطولة الدوري، 43 للاهلي في مقابل 21 نسخة فازت بيها 6 اندية مجتمعة، يعني الاهلي فاز تقريبا بأكثر من ضعف عدد الألقاب اللي خرجت من دولاب بطولاته. 43 بطولة هو أكثر نادي حقق بطولة الدوري المصري، 38 بطولة كأس أكثر من حقق كأس مصر، 13 بطولة من هو أكثر نادي حقق بطولة السوبر المصري، 11 بطولة هو أكثر نادي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا، 8 كأس سوبر إفريقي وهو أكثر نادي فاز بلقب السوبر الإفريقي، وأربعة أكثر من حقق 8 كأس السوبر الأفريقي و4 أكثر من حقق كأس الكؤوس الأفريقية اللي هي البطولة اللي أصبحت فيما بعد معروفة باسم الكونفدرالية. شتان الفارق، لا تجوز أساسا المقارنة على أي مستوى. أنا بتكلمكم يعني احنا بنتكلم في رياضة واحدة، من أصل كام رياضة الأهلي فيها بيتوج بطل، رياضات كانت فردية أو رياضات جماعية، فلا يجوز. والرساله هنا، وده اللي انا حابب اتكلم فيه جمهور نادي الاهلي الحقيقه، اللي حابب ابتدي بيه حلقه النهارده، وده اللي قلت لكم في البدايه، الناس من النهارده يعني الصبح النهارده وكاننا فزنا، يعني الحاله دي حاله الرسائل وحاله الاتصالات المستمره، الناس كلها بتتكلم في نفس الموضوع، ما بتحصلش او ما بتتكررش الا لما الاهلي بيفوز بلقب كبير او يعمل جيم كبير في بطوله زي بطوله كاس العالم اللي جماهير نادي الاهلي متعوده انها تشارك فيها. والقصه كلها على الترند اللي حاصل اليوم، الزلزال اللي حاصل لمجرد تسريب خبر، لمجرد تسريب خبر عن موضوع انا بشوفه في النهايه مهما كان اسم اللاعب المرتبط بالنادي الاهلي موضوع بسيط. يا جماعه دي صفقه لاعب، في الموسم بتحصل 30 و40 و50 صفقه ما بين اجانب ومصريين، لكن ايه الزلزال اللي حاصل؟ ايه قصه القيم والمبادئ؟ فين القيم والمبادئ؟ اين القيم والمبادئ؟
والرساله هنا طبعا ما بكلمش فيها ولا برد على الناس دول، لان انتوا عارفين اكتر مني ان دي ناس للاسف تندرج تحت قائمه المنافقين. دي ناس تعرضت هي شخصيا، معظم الاسماء دي سواء اللي كتبوا في مقالات صحفيه او اللي اتكلموا في برامج تلفزيونيه او اللي نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضوا هم شخصيا لكم كبير جدا من الاهانات. وما شفتش حد فيهم بيرد او بيعلق، بل ان هم تابعوا كل انواع الخروج عن مش بس القيم والمبادئ والاخلاقيات، ده في الرياضه، ده في كل مناحي الحياه. وسمعوا وشافوا اهانات واعتداءات لفظيه وجنسيه وخوض في الاعراض وسب للاهل ابهات وامهات، ولم يتطرق اي واحد فيهم للكلام عن فكره القيم والمبادئ اللي احنا لازم نحافظ عليها، بل انه الاهانات دي تخطت فكره التعرض للانديه المنافسه او الشخصيات المنافسه، ووصلت لحد انه في رؤساء انديه في مصر اهانوا الكيانات اللي هم بينتموا ليها، اهانوا الكيان نفسه. ومن بعده من بعد الاهانات دي تعرضوا بالاعتداء لفظيا وبدنيا على رموز النادي ده، بل ان هم تخطوا كل مراحل العقل والمنطق وتعرضوا بالاهانه للاعبين موجودين في فريقهم في ناديهم بيلعبوا في الوقت الحالي. مش بقول لك لاعب سابق ولا رمز سابق ولا اسطوره سابقه، لم يسلم احد، ما شفتش حد فيهم بيتكلم على القيم والاخلاق. فبالتالي الازدواجيه في المعايير هنا واضحه للجميع. طب ايه الغرض من الكلام في ده؟ ودي رسالتي لجماهير النادي الاهلي. طبعا الناس دي ما بتبصش في المرايه، واذا كانت بتبص في المرايه فهي عارفه كويس قوي حجمها وشكلها ومستواها، وهي تأبى انها تعترف بده، فبالتالي هي لا تعنيني باي حال من الاحوال. لكن اللي يعنيني جماهير نادي الاهلي انه فيما يبدو انه في محاوله. خدوا بالكم الانجازات اللي انا اتكلمت عليها في الاول دي جزء اساسي منها ولم تكن لتتحقق لو ما فيش جمهور زي جمهور نادي الاهلي منذ بدايه تاريخه. مع كامل احترامي لكل الاسماء الكبيره والرموز الكبيره، التيشيرت دي لو ما كانش واقف وراها جمهور عظيم زي جمهور نادي الاهلي، الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دي ما كانتش هتتحقق. جمهور الاهلي لاعب ومشارك اساسي واصيل في تحقيق كل انجازات النادي الاهلي على مدار تاريخه، وده باعتراف كل القائمين على مسؤوليه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في كل الاجيال. لكن هنا محاوله احداث واحد، اما انقسام بين جماهير النادي الاهلي وبعضها، واما انه يكون شرخ في علاقة الثقة والمساندة والدعم اللي بيتلقاها أو بتتلقاها إدارة النادي الأهلي من قبل جماهيره، هو ده الهدف في التوقيت الحالي. فكرة إنك أنت تكلم لي أو تبيع لي فكرة إنه إيه الفرق بين فلان الفلاني ولاعيبة كانت موجودة قبل كده في الأهلي، مش هشتريها. على فكرة أنا بعتبر نفسي واحد من جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في المدرج لسنين طويلة، وفاهم تماما ومدرك إنه على الرغم انه في ناس ممكن تتوقع انه جماهير الكوره على الرغم من بساطتها، انا كنت بشوف ناس بسيطه جدا وناس صغيره جدا في السن مستحيل تتخيل ان هم بلغوا من النضج ما يكفي للتحليل والتقييم والكلام بلغه العقل والمنطق، لكن جمهور المدرجات يا جماعه في منتهى الذكاء، وعنده قدره غير طبيعيه على النقد والتحليل. للاسف الشديد جدا دخلت عليه فئه على السوشيال ميديا، يمكن بقت بتاثر، يمكن بقت بتحرك. فارجوكم خدوا بالكم، لو المدرجات كانت مفتوحة الوضع كان بقى مختلف تمام، الوضع كان هيكون مختلف تمام. فكرة انه تحاول تلعب في عقل جمهور النادي الاهلي ده شيء ممكن يكون اشبه بالمستحيل. ومن هنا انا بتكلم الحقيقة وبكلم جمهور النادي الاهلي في المقام الاول، فكرة انه يتم تصدير صورة انه الاهلي او ادارة الاهلي عندها انقسام في مواقفها او تباين في مواقفها، او انها بتتعامل مع لاعبين بشكل معين ولاعبين تانيين بشكل مختلف بشكل كامل عشان هنا مبدأ المصلحة هو اللي بيحكم، دي فكرة لا اساس لها من الصح. وخد بالك وفرق بشكل كبير جدا ما بين الغلطة وما بين الجريمة. في فرق كبير جدا بين انه حد من اهلك، اهل بيتك او جيرانك او اصحابك او زمايلك ليه رصيد عندك او حتى ملهوش، يغلط معاك غلطه فيكون عندك قدره على التسامح او قدره على العفو، وبين ان هو يرتكب معاك جريمه صعب جدا على اي حد انه يتقبل
انه يعفو لمجرد اعتذار. في فرق كبير جدا بين شخص ممكن يكون خان او شخص ممكن يكون تمرد وشخص تاني. وبالمناسبه على فكره في اوقات كتير جدا، مش عايز اضرب امثله عشان ما احرجش حد لانه منهم كمان زمايلي، لكن في اسماء كتيره جدا جدا على فكره جدا خرجت من النادي الاهلي وراحت انتمت لكيانات تانية، ومع ذلك رجعت وخدت فرصه واثنين وثلاثه ورجعت لبيتها الاصلي، رجعت نادي الاهلي، والاهلي ما اعترضش وبالعكس واداهم فرصه وكبرهم واحترمهم وصحح مسارهم. يعني بعد ما راحوا وانتموا لكيانات تانية منها المنافس التقليدي زي نادي الزمالك، وانا ممكن اعدلك عشرات النجوم مش بس اللي خرجوا من الاهلي للزمالك مباشره. وخد بالك في فرق بين انه لعيب يخرج من الاهلي للزمالك او انه لعيب يجي من الزمالك للاهلي. جماهيريا بتوجع، جماهيريا مؤلمه، لكن الحد الفاصل هنا دايما هو رغبه اللاعب. مفيش لاعب في الدنيا هيلعب في نادي غصب عنه، ما لم تكن لديه الرغبه مفيش حد في الدنيا ممكن يجبره على ان هو ينتمي او يوقع عقد مع نادي على غير ارادته. ولا اللي خرجوا من الاهلي، على فكره في كتير كمان من الاسماء دي جزء كبير جدا من انجازات نادي الزمالك مثلا اتحقق على ايد ولاد النادي الاهلي. انا ممكن اعدلك 10 20 30 اسم لو حضرتك فاضي ولو وقت الحلقه يسمح، اقول لك على نجوم كبيره جدا من العيار الثقيل راحت من الاهلي او كانت بتلعب في الاهلي لعبت في الزمالك وساهمت في تحقيق بطولات لنادي الزمالك وما فرقتش عمرها ما فرقت معانا في لحظه من اللحظات. بتكلم بالذات على مستوى الجمهور، بتكلم بالذات على مستوى الجمهور. فكره انك انت تقارن بموقف رمضان صبحي وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد ورمضان، عبد الله السعيد لغايه النهارده في ناس كتير جدا بتشوفه افضل صانع العاب في مصر. رمضان صبحي كان في فتره من الفترات في ناس شايفاه وانا منهم كنت انه افضل لاعب كره في مصر. منذ خروجهم من النادي الاهلي هل توقفت مسيره الانجازات والبطولات والالقاب؟ بالعكس، اللي حاول الاهلي في غياب عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي ورمضان صبحي بعد خروجهم اكتر بكتير جدا من اللي حققوه هم موجودين في النادي الاهلي. والسؤال هنا هم حققوا ايه؟ هم حققوا ايه؟ اللعيبه دي حققت ايه بره النادي الاهلي؟ فالمقارنه لا تجوز. الاهلي عمره ما وقف على حد. الاهلي عمره ما وقف على حد. اللي بيبيع الاهلي، الاهلي عمره ما يفكر يشتريه. ابدا عمره ما يفكر يشتريه. واللي باع النهارده ندمان، مفيش حد اتكلم في لحظه من لحظة. حتى وان كان في فتره من فترات ممكن يكون تعرض لظلم من وجهه نظرك او من وجهه نظره. هو شخصيا يشوف انه تعرض لظلم، لكن النهارده ادرك تماما فداحه الخطا اللي هو وقع فيه او فداحه القرار اللي هو في النهايه دفع ثمنه وشال مسؤوليته. ففيلم الموسم وكل موسم المستهدف فيه في النهايه لن يغير من الامر الواقع شيء. هو الالم ثقيل شديد صعب، قول زي ما انت عايز تقول، لكن لن يغير من الواقع شيء. ممكن يغير ايه؟ ممكن يغير في شكل العلاقه بين الاهلاويه بينهم ومن بعض، ممكن يعمل حاله انقسام، ممكن يغير بشكل كبير. هل حد ممكن ينكر انه فتره كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي، سيبك تماما من قيمه اسم الخطيب او من مكانه الخطيب كواحد بالنسبه للاهلاويه، انا بتهيألي انه 99% و9 من 10 من الاهلاويه بيعتبروا انه كابتن محمود الخطيب هو افضل لاعب كره قدم جه في تاريخ مصر. وفنيا واخلاقيا الشخص ده اتحط في مكانه كده عند الاهلاويه في حته تانية خالص. لكن انا هقول لك سيب ده على جنب، يعني سيب المكانه وسيب الـ 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 الحاله بتاعت خطيب اللاعب اللي ما زال رغم اعتزاله في ايه 89، يعني بقى له 33 سنه تقريبا او 34 سنه معتزل، ما زال بيتمتع بنفس المقدار من الحب والاحترام عند جماهير نادي الاهلي. اركنها على جنب بقى، تعالى كلمني عن الخطيب نعتبره ما كانش بيلعب كوره، وتعالى كلمني عن الخطيب كحاله هقيمك او انت هتقيمه كرئيس النادي الاهلي او كرئيس لاي نادي. ازاي ممكن توصف الفترة اللي تولى فيها كابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي؟ وإيه هو مستوى النجاح اللي مش حصل بس على المستوى الرياضي، اللي حصل على كل المستويات؟ فاللي بقوله ليك عزيزي الأهلاوي، خلي بالك إنه طاقة الحقد وطاقة للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد وطاقة الغل، طاقة الحقد وطاقة الغل لما بتجتمع مع إحساس رهيب بالعجز
عجز شديد عن تحقيق أي شيء، عن تحقيق أي نجاح يذكر. مش هيكون في سبيل ولا هدف سوى إن هو يكسرك أنت. لفترات طويلة جدا 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 تعرض النادي الأهلي ورموزه لضغوط كبيرة جدا. وكنا في أوقات كتير إحنا كإعلاميين، أنا وزبايلي، وأنا بتكلم على لساني بشكل واضح وصريح، عندي رغبة شديدة جدا في الرد. مش هينفع نسكت على حجم التطاول. كان الرد فكرة إنه الأهلي أبدا لن ينساق لمحاولات استدراجه للدخول في المهاترات دي، أو النزول لهذا المستوى المنحط من التعامل الإعلامي. إحنا مش هنرد بالشكل ده، ومش هنستدرج للدخول في هذه المهاترات. أهدافنا واضحة وصريحة، باصين للنادي الأهلي فقط لا غير. مفيش نادي في مصر بيحقق نجاح إلا وينسب لأصحابه ولا الأشخاص القائمين عليه. ده ما بيحصلش في النادي الأهلي أبدا. كل رؤساء النادي الأهلي، أنا لا يعني إلا أنا طبعا الأهلي تاريخ طويل وكبير جدا، أنا ما عشتش كل التاريخ ده، لكن اللي أنا شفته منهم من كابتن صالح سليم، كابتن عبده صالح الوحش، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة يا رب، مهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب من بعدهم، إنه الأهلي فوق الجميع. الأهلي فوق جميع رموزه، فوق جميع أساطيره، فوق جميع أبنائه، وإنه الكل يعمل بهدف إنه الأهلي يبقى فوق الجميع. وقد كان فيش نجاحات اتحققت في مصر، مش هرجع لك بالتاريخ الطويل وأقول لك أكتر من 100 سنة نجاحات، أقول لك تعالى بص على 20 سنة الأخيرة، قول لي فين في منطقة عربية أو في قارة أفريقية نادي قدر يحقق أو يعمل نص الإنجازات لحق النادي الأهلي. المشوار لسه طويل والجاي أفضل وفي نفس الوقت أصعب. ما تخلوش حد يستدرككم لمهمتكم الأساسية، دعم ومساندة الأهلي. اسم النادي الأهلي هو اللي بيجمعنا، إدارة، إعلام، لاعبين، أجهزة فنية، وفي مقدمة ده كله جماهير النادي الأهلي. أرجو إنه الرسالة تكون وصلت. النهاردة الأهلي بيرجع مرة تانية، نروح لأخبارنا سريعا جدا عشان عندنا حلقة دسمة جدا النهاردة. الأهلي طبعا هيرجع للتدريبات. خليني بس قبل ما أروح للتدريبات أقول لكم الغيابات. كريم وأكرم أنتوا عارفين إن هم خلاص الموسم بالنسبة لهم تقريبا شبه منتهي. السولية متولي. الاثنين في صعوبة كبيرة جدا إن هم يلحقوا بمباراة نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي. وسابيو طبعا رجع بوليفيا مرة تانية، وحمدي احترف في قطر. قصة ديانج. ويمكن انا تابعت جزء من حلقه زميلي محمد سعيد في الترند قبل ما اطلع على الهواء على طول، ويعني انبسطت ان هو اشار للحته دي، لانه لم يصدر، انا النهارده لقيت ناس كلها بتتكلم على ايقاف ديانج، هو لم يصدر قرار بايقاف اليو ديانج، هو القرار او يتم تفعيل الايقاف اذا لم يلتزم اليو ديانج بسداد الغرامه، وهو ما لم يحدث. وانا بقول لحضراتكم انه لو ديانج جاهز فنيا بنسبه 90% ديانج موجود في ماتش الزمالك. وحتى ان لم يكن ديانج جاهز لمباراه الزمالك برضه ما نقلقش، يعني ديانج لاعب تقيل ولاعب ليه اهميته ومسمار في نص الملعب، ما حدش يختلف على ده، يمكن يكون افضل لاعب خط نص محترف جه في تاريخ الكره المصريه، او يعني من افضل يا سيدي عشان ما نبقاش بنبالغ، جوهره ماليه ما حدش يقدر يختلف على ده، لكن غيابه ما اعتقدش انه ممكن يكون مؤثر، وكل لعيبه الاهلي نجوم و11 راجل في الملعب قادرين ان شاء الله يبسطوا ويمتعوا احتفاليه يوم الخميس اللي جاي. 5 ماتشات متبقية على مشوارنا في الدوري، أهلي مقاولين حرس حدود، أهلي وزمالك يعني، وبعد كده مقاولين حرس حدود بيراميدز وختامها مصري. 5 مباريات الهدف فيهم، الهدف الأساسي تم حسم هو لقب البطولة، لكن ده ما يمنعش أن عندنا أهداف تانية كتير جدا. واحد، الحفاظ على مستوى الفريق وتجهيزه لبطولتي كاس مصر و السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه ان شاء الله باذن الله في يا في 8 يا في 9، لسه ما زال يعني الخبر عندي مش مؤكد، وارد جدا يتم تغييره وتغيير مكان المباراه لو فكروا ان هم يلعبوها مع ماتشات كاس العالم. نمره 2، وده الاهم، تقييم اللاعبين الموسم ده عشان تقدر تحدد بشكل
انت كجهاز فني يعني محتاج مين يكمل ومحتاج مين يخرج على سبيل الاعاره ومحتاج مين يخرج بشكل نهائي. نمره ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا، أرقام قياسية تنتظر النادي الأهلي في الموسم الحالي. أكثر مباراة أو أكثر موسم قدر النادي الأهلي يفوز بعدد مباريات هو 28 مباراة. إذا ما تمكن الأهلي من حسم الخمس مباريات المتبقية للموسم الحالي يصل لنفس الرقم. الأهم من ده، وده الرقم اللي ممكن يكون ما اتحققش قبل كده، هو عدد النقاط. الأهلي إذا ما فاز في الخمس مباريات المتبقية من عمر الدوري يصل للنقطة رقم 90 ويكسر الرقم القياسي أيضا طبعا المسجل باسمه، ده طبيعي جدا ومفهوم، 89 نقطة حققها قبل كده في واحد من المواسم التاريخية. وتبص على أرقام الأهلي تجد أنه على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي الأهلي السنة دي قدم واحد من أفضل مواسمه، وخصوصا أنه ما خسرش ولا مباراة محليا، مش بس في الدوري، ولا مباراة محليا الموسم الحالي. الأهلي مع كولر لم يخسر إلا أربع مباريات، مبارتين في دوري الأبطال، مباراة أمام الهلال في السودان بعد موقعة كأس العالم، ومباراة أمام سان داونز في جنوب أفريقيا، ومباراتين، واحدة مع فلامينجو البرازيلي، والمباراة الأخرى كانت أمام ريال مدريد. دي الماتشات اللي خسرها الأهلي في الموسم الحالي. نتمنى إن شاء الله لرجالتنا التوفيق. طيب ايه من الاخبار معانا تاني؟ خليني اقول لكم طبعا انه مفترض ان شاء الله انه الاهلي طلب تسليم الدرع في على هامش مباراه القمه ان شاء الله امام الزمالك يوم الخميس القادم. ونتمنى يعني نتمنى حتى لو كان القصه مش يعني معتدين عليها او فيها نوع من انواع الحساسيه او العصبيه، انا بتهيالي انها فرصه عظيمه جدا نكسر حواجز ونرجع علاقات. طالما كانت، عمري ما شفت توتر بين، هو توتر من جهه واحده الحقيقه، يعني ما اعتقدش انه الاهلي شاغل باله قوي لا بالزمالك ولا بصفقات الزمالك ولا ببطولات الزمالك ولا بالمسؤولين في الزمالك، وما حصلش ان احنا اشرنا ليهم لا من قريب ولا من بعيد في اي مناسبه من المناسبات. لكن اتمنى يعني كنت بقول انه على مدار عمر طويل جدا كانت دايما العلاقه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الادارات في منتهى يعني في منتهى الود والاحترام والتقدير، في منافسه ده طبيعي جدا، لكن المنافسه بالتاكيد مش ممكن تكون سبب لحاله الانحطاط اللي احنا واصلين بيها، انا اسف يعني في اللفظ، الحاله اللي احنا عايشينها يوميا. انا مش بتكلم في طفره هنا ولا طفره هناك، استثناء هنا ولا استثناء هناك، انا بكلمك في حاله اصبحنا بنعيش فيها يوميا ولا يعلم الله مداها ولا نتائجها. حاله الاحتقان، الناس اللي بتغذي في النار، الناس اللي بتلعب على الفتنه عشان تداري فشلها وتداري عجزها، معرفش الحقيقه ممكن تكون في يوم من الايام هتوصلنا لفين. رابطة الأندية بتعلن اختيار بيرسي تاو، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لاعب من النادي الأهلي بيفوز بلقب الأفضل في الجولة الـ21 زي ما أعلن الحساب الرسمي طبعا لرابطة الأندية. بيرسي تاو الجنوب أفريقي الدولي المتألق، واحد من أفضل مواسمه رد بيها وأخرس كتير من الألسنة اللي شككت في صفقة بيرسي تاو، وحاولت بأي شكل من الأشكال إنها تكسر من الحاله المعنويه او من الحاله الفنيه لبيرسي تاو، لكنه الحقيقه رد على كل منتقديه وقدم موسم رقميا كان فيه الافضل على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي، وبالتاكيد كان واحد من اهم مفاتيح لعب الاهلي الموسم ده والتتويج بخمس بطولات. خليني اروح ل حاجة أخيرة متعلقة بتصفيات كأس العالم. كان مفترض أنه بكرة إن شاء الله، بكرة الأربع، كان مفترض أنه دولة بنين هتستضيف قرعة كأس العالم. 54 دولة في أفريقيا هتتنافس على تسع بطاقات مباشرة، تأهل مباشر لكأس العالم. الـ 54 دولة دول هيتقسموا لتسع مجموعات أنا آسف، هيتأهل منهم بطل كل مجموعة بشكل مباشر للمشاركة في كأس العالم، كندا والمكسيك وأمريكا. طيب بعد كده أحسن أربع ثواني في كل مجموعة هيتم عمل تصفية بينهم لاختيار منتخب واحد من بين الأربعة اللي هم هيكونوا في أحسن ثواني. الواحد ده هيتأهل كأس العالم؟ لا، هيشارك بعد كده في ملحق تصفيات بين القارات عشان يكون عنده فرصة الوصول أو الحصول على بطاقة والوصول تؤهلهم الوصول لكأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.
القرعه اللي كانت بكره اتاجلت 24 ساعه وهتستضيفها كوت ديفوار بدلا من بنين. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لو ما حصلش وتاهلنا لكاس العالم اللي جاي ده هيبقى فيه مشكله كبيره بجد والله. الناس خلاص يعني مش ممكن، ما فيش اسهل من كده. تسعه انت ترتيبك النهارده ال 35 عالميا، الخمس افريقيه، يعني مصر من افضل خمس منتخبات افريقيه، هتتحط على راس مجموعه، هيجي لك خمس منتخبات تكسبهم رايح جاي وتوصل كاس العالم، وساعتها نبقى نفكر بقى مع فيتوريا لو كان فيتوريا موجود هنعمل ايه. ومحدش يقول لي احنا لسه كنا بنتكلم انا وزمايلي في القناه قبل انه يعني يا سلام بقى لو يعني جالنا غانا او جالنا جنوب افريقيا. لكن انا بيتهيألي حتى لو جالنا غانا وجنوب افريقيا باذن الله نحن له. الجيل بتاع اولمبياد طوكيو والجيل اللي رايح اولمبياد باريس مع النجوم الكبيره والخبره اللي ممكن يكونوا قادرين يحافظوا على مستواهم في السنتين اللي جايين، ممكن جدا جدا تراهن ان هم مش بس يوصلوا لكاس العالم لكن ممكن كمان يعملوا حاجه كويسه قوي في كاس العالم. طيب لوتشيانو فينتوريني نجم فيورنتينا الايطالي هيكون ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس، لكن قبل ما نستقبله خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. نستقبل مع حضراتكم لوتشيانو فينتوريني نجم من نجوم الفيولا فريق فيورنتينا الايطالي، وايضا لاعب سابق في كيفو فيرونا، هو ضيفنا حاليا في السادسه. خلينا بدايه نشكره على مشاركته معنا. اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي. مساء الخير، مرحبا بكم جميعا وشكرا لانضمامي معكم. يعني بداية قبل ما اتكلم على الموسم المقبل للكرة الإيطالية والأندية الإيطالية، خليني أسألك وصول ثلاث أندية لنهائي للمباراة النهائية في البطولات الأوروبية الثلاثة وخسارتهم، هل بتعتبر ده نجاح للكرة الإيطالية ولا يعني خسارة أو فشل في الكرة الإيطالية مع عدم قدرة الثلاث أندية على التتويج؟ بالنسبة لي هو نجاح كبير، هو وصول ثلاث فرق إيطالية للنهائيات. أعتقد أن هذا نجاح كبير قامت به الكرة الإيطالية وحققناه جميعا سويا. لا، لكن على المستوى العالمي نستطيع أن نقول أن الكرة الإيطالية حققت بجدارة. أولا وآخرا هي مسألة حظ، لكن هي كرة شيء إيجابي جدا. هل تتوقع أنه في الموسم اللي جاي أو حتى في المواسم المقبلة أنه الأندية الإيطالية وخصوصا أنها أندية دايما تعودت على التتويج بالألقاب الأوروبية وفي مقدمتهم اليوفي الإنتر الميلان وحتى روما، هل تتوقع أن الموسم المقبل قد نشهد تتويج نادي إيطالي وخصوصا بالبطولة الأهم بطولة دوري أبطال أوروبا؟ الكرة الإيطالية كرة نقول كرة صعبة جدا وبها بعض التعقيدات وبها بعض الأمور الغامضة التي تخفى على الجميع. على الرغم من وصول الثلاث الفرق الإيطالية إلا أننا لم نستطيع أن نحقق فوزا واحدا في المباريات الثلاث. رأينا روما ورأينا فيورنتينا، ولكن سنرى العجيب أيضا. من أول ما بدأت أنا شخصيا أتابع الدوريات الأوروبية كان الدوري الأهم بالنسبة لي والدوري الأكثر متعة هو الدوري الإيطالي الكالتشو الإيطالي، وفي التوقيت ده كان كل نجوم العالم يهمها أنها تلعب في أحد الأندية الإيطالية وأنها تشارك في الدوري الإيطالي. تغير الوضع 180 درجة، إيه أسباب ده؟ وخصوصا أنه يبدو أنه الأندية الإيطالية ما عندهاش قدرة على أنها تستخدم أسماء كبيرة جدا ممكن تساعدها في استعادة الألقاب مرة تانية. الفرق الإيطالية مليئة باللاعبين الكبار، لاعبين المهمين، وأيضا البطولة الإيطالية والكرة الإيطالية نقول أنها دائما حافلة باللاعبين الكبار من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التقنية، هذا نحتاجه معنا.
يمكن خرج عدد كبير جدا من اسماء الانديه الايطاليه اللاعبين يعني في السنوات الاخيره، وما قدرتش الانديه الايطاليه انها تحافظ عليهم. والنهارده بنسمع عن عدد كبير جدا من الاسماء، على سبيل المثال يعني بوجبا مثلا في كلام على انتقاله للدوري السعودي، المدافع الكوري الدولي كيم جاي في انتقاله من نابولي لبايرن ميونخ، كلام ايضا على فلاهوفيتش مهاجم اليوفنتوس واحتماليه انتقاله لبي اس جي. فمن وجهه نظرك ازاي تقدر الانديه الايطاليه مش بس انها تحافظ على نجومها، لكن كمان تجيب اسماء كبيره زي معظم الدوريات الكبرى؟ بصراحة ليس ببساطة كما يعتقد البعض، لكن كما قلت يا أيضا بعض الأمور الاقتصادية التي تمر بها الكرة الإيطالية، أيضا تنقية وتصفية اللاعبين، هذه مرحلة انتقالية كما نقول في الكرة الإيطالية، ولكن أعتقد أنه ستكون هناك صفقات رابحة. إن خسرنا البعض سنربح بعض اللاعبين الجدد، كما أننا أيضا لدينا المخطط للدفع بالناشئين لإحياء الكرة الإيطالية من جديد، وخاصة المنتخب الإيطالي. بالنسبة لبوجبا هو لاعب كبير وهو شاب صغير، لكن أعتقد أنه لديه فرص أفضل للعب بعيدا عن الكرة الإيطالية. بمناسبة الانتقالات، واحد نجم طبعا الفيولا سفيان مرابط، هل تتوقع استمراره مع فيورنتينا ولا من المنتظر رحيله في الميركاتو الحالي؟ سفيان مرابط جاي كده يا سفيان مرابط سكوزامي تي ريبيتو نون هو كابيتو كي لم افهم جيدا، يمكنك اعاده السؤال. من ضمن الاسماء المرشحه للرحيل من في الموسم الحالي سفيان مرابط، ايضا اونانا حارس مرمى الانتر ناسيونالي في كلام على اهتمام اداره مانشستر يونايتد بيه، وان في عرض بالفعل مقدم. هل تتوقع استمرارهم في الدوري الايطالي ولا رحيلهم لدوريات اخرى؟ بكل تأكيد هو لاعب مهم، هذا اللاعب المغربي سفيان مرابط، عفوا لم أفهم السؤال جيدا في المرة السابقة، لكن أعتقد لديه القدرة البدنية وهو لاعب رائع. سافيتش، وطبعا مع الثوره اللي بتحصل في الانديه السعوديه في كلام يقال، واعتقد انها اعتقد برضو هي مش بس للدوري الايطالي، هي كل الانديه والدوريات الكبرى في اوروبا، مع الارقام الكبيره اللي بتدفعها الانديه السعوديه والاسماء الكبيره زي كريم بنزيما زي انجولو كانتي زي كريستيانو رونالدو من قبلهم، في كلام كمان على سافيتش. واحد، ازاي بتبص لموسم الانتقالات ده في الكره السعوديه، وهل بتعتبره فعلا تهديد للدوريات الكبرى في اوروبا ولا لا؟ اثنين، صفقه سافيتش ازاي بتبص لها، وهل فعلا سينتقل لاحد انديه الدوري السعودي ولا لا؟ بنزيما يمثل ايضا هو بالنسبه لي مثل بوجبا، كل منهم يبحث عن احتراف افضل بعيدا عن هذه الدوريات، كل منهم له مسيرته الخاصه. كريم بنزيما لاعب كبير رايناه انتقل فجاه الى الدوري السعودي، لكن يمكن القول ان الدوري السعودي الان يحظى بكثير من اللاعبين ويسعى لضم اللاعبين الكبار، وهذا ايضا يعود لاسباب اقتصاديه كما قلت سابقا، انها ترجع لاسباب اقتصاديه في الكره الايطاليه فايضا في الكره السعوديه. طب يعني انا طبعا هستغل كونك واحد من نجوم فيورنتينا السابقين، وفيورنتينا بالنسبه للمصريين يعني نادي مهم لانه شهد تجربه اكثر من تجربه احتراف للاعبين مصريين، ابرزهم طبعا هم فعلا احمد حجازي المدافع الدولي المصري ومحمد صلاح اللي كانت انطلاقته الحقيقيه في فيورنتينا. ازاي بتشوف الانطباعات اللي سابها الاسمين دول عن اللاعب المصري، وايه هي تقييمك لفترتهم مع فيورنتينا؟ صلاح
واعتقد هاني سعيد كمان. كابتن هاني سعيد محمد هو لاعب رائع بكل المقاييس، ومن وجهة نظري انه لا يقارن باحد، وهو فعل ما بوسعه مع فيورنتينا وكانت نقلة جيدة سواء لفيورنتينا او للكرة الإيطالية بشكل عام. احمد حجازي وهاني سعيد من اللعيبة المصريين ايضا اللي احترفوا لفترة من الفترات في فيورنتينا. بسأل على انه كمان مش بس تجربة صلاح كلاعب مصري بس كانت الوحيدة، لكن في طبعا احمد حجازي قائد منتخب مصر كان واحد في فترة من فترات لاعب في فيورنتينا، واعتقد هاني سعيد لفترة برضه موسم او اتنين يمكن كان موجود مع النادي الايطالي. تقييمك ليهم ايه؟ شايف تجربتهم ازاي؟ وايه الانطباعات اللي سابوها عندك وعند جماهير فيورنتينا عن اللاعب المصري؟ في الحقيقة لا أعرف جيدا اللاعب الذي تحدثت عنه أحمد حجازي، لكن شيء عظيم جدا وشيء مهم جدا، لكن في الحقيقة يمكن القول أنني لا أستطيع تكوين انطباع عن اللاعب لأني لا أعرفه جيدا، لكن أنا أعرف جيدا اللاعب محمد صلاح وغني عن التعريف. لوتشانو فينتوريني نجم فيورنتينا وكيف فيرونا السابق، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للفيولا، كان يعني قاب قوسين او ادنى من تحقيق لقب اوروبي. نتمنى الموسم اللي جاي يكون موسم موفق طبعا للكره الايطاليه والانديه الايطاليه. نستقبل نجم النجوم الكابتن الكبير ماهر همام ضيفنا في السادسه، نتكلم اكتر عن ماتش الاهلي والزمالك لكن بعد الفاصل. خدت بالك من الكلام؟ خدت بالك من الارقام؟ هنتكلم نمره واحد طبعا على اهم واكبر واغلى دوري في العالم، دي ارقام متعلقه بالانديه الانجليزيه في الموسم الحالي في الدوري الانجليزي، انديه كبيره جدا، انديه زي المان سيتي، انديه زي مانشستر يونايتد، والقائمه اللي حضراتكم شفتوها. وده يمكن شويه يكون مرتبط بالسؤال اللي بيطرح النهارده، او في ناس كتير بتتكلم عن ما عندهاش اي وجه حق في انها تتدخل في انه الاهلي بيشتري بكام وبيبيع بكام، الاهلي بيصرف كام وبيكسب كام او بيخسر كام، يعني الاسئله دي لو هتوجه توجه لانديه ثانيه كتير في مصر. ويكفي ان انا اقول لك انه الاهلي تقريبا في 2023 قد يكون رصيده من المكاسب المالية الناتجة عن إيه بقى؟ لا عن حقوق رعاية ولا حقوق بس ولا اشتراكات أعضاء ولا دعاية وإعلان، عن بس البطولات اللي توج بيها النادي الأهلي في سنة 2023 تقارب تقريبا ما بين 15 و20 مليون دولار. ده رصيد النادي الأهلي من المكاسب المالية، ناهيك بقى عن المكاسب الفنية بتحقيق العلامة الكاملة، 5 ألقاب 5 بطولات علامة الكاملة للنادي الأهلي. الأسئلة اللي من النوع ده تتسأل في حتت تانية كتير، وتقول إيه المردود بتاع إنفاق أندية كبيرة أو شعبية كانت أو جماهيرية أو أندية كانت استثمارية، كان إيه مردود أو حصيلة الإنفاق العظيم اللي تم إنفاقه الموسم الحالي؟ السؤال ده لا يوجه للأهلي. خلوني أرحب بضيفنا الكابتن الكبير والنجم الكبير كابتن ماهر همام، بداية طبعا أبارك له على البطولة 43، البطولة المفضلة عند جماهير النادي الأهلي محليا، بطولة الدوري. مساء الخير كابتن ماهر. نور يا احمد، والف الف مبروك. الحمد لله، طبعا مبروك على جماهير النادي الاهلي وادارته طبعا والمنظومه ككل، جهاز فني ولاعبين. البطوله 43، زي لما رجعنا كده الاجيال بتاعتنا جيل السبعينات، خلصنا الحمد لله البطوله قبل نهايه الموسم يمكن باربع خمس اسابيع. ودي سمه النادي الاهلي طول عمرنا. فالسنة دي بالذات يا أحمد فعلا سنة محتاجة تدرس من الجانب الإدارية وجانب الفنية والتكتيكية واختيارات اللاعبين واختيار المدرب الفني واستراتيجية اللعب. بصراحة سنة من السنوات العظيمة، يعني عايز أقول لك أن أنا كنت واحد بيشارك في 11 سنة مع النادي الأهلي، حصلت فيهم على يمكن 10 بطولات دوري عام ويمكن 6 كاس مصر، لكن السنه دي سنه يعني انت ربع انجازات الاهلي في الدوري يا كابتن ماهر. الحمد لله رب العالمين، يعني انا من ضمن اللعيبه اللي شاركت بشكل كبير جدا في الدوري العام وكاس مصر وحصولي على البطولات مع النادي الاهلي وافريقيا كمان، يعني انا من ضمن برضك يمكن اللعيبه اللي لعبت فيها اكتر من 33 مباراه افريقيه في طبعا في التاريخ 11 سنه
مع الفريق الاول. فعايز اقول لك ان السنه دي كمان يمكن سنه من سنوات اللي احمد فعلا تكتب في التاريخ. ايوه. وزي يمكن قبل الهوا قبل الخبر الجميل اللي انت كنت بتتكلم عليه ان النادي الاهلي فعلا حقق السنه دي ارقام خياليه، مكاسب كبيره جدا من البطولات اللي حصلها. عايز اقول لك ان صاحب القرار بيرجع لصاحب القرار للمؤسسه الكبيره اللي فيها مجلس اداره على اعلى مستوى بقياده الكابتن محمود الخطيب، والقرارات الاداريه اللي بتتاخد اللي بتساعد بشكل كبير جدا على هذه الاستراتيجيه وهذه النجاح. فبصراحه عايز اقول لك ان القرار اللي اتاخد بتاع راحه اللعيبه الموسم اللي فات، انا بسترجع كده مين صاحب القرار الجميل ده؟ هل الكابتن محمود الخطيب؟ خد بالك ده واحد من القرارات اللي اتهاجمت عليها اداره النادي الاهلي عموما بصرف النظر مين كان صاحب القرار او صاحب الفكره يعني، لكن قوبل بهجوم برضه في التوقيت ده، زي ما قوبل قرار التعاقد مع مارسيل كولر بهجوم كبير جدا، زي ما تعرضت اداره الاهلي لانتقادات كثيره جدا في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي. ورغم كده احنا شايفين واحد من افضل مواسم النادي الاهلي، مش بس على فكره التتويج بالالقاب يا كابتن ماهر، يعني هي مش قصه بطولات والقاب بس، بقد ما في حاله شعور كبير عند يعني مش هقدر اتكلم باسم كل الجماهير لكن عند اغلب الجماهير انه الاهلي رجع السنه دي بالشكل اللي احنا كنا مستنيينه. بالظبط. القاب وبطولات واداء وارقام ما اتحققتش اعتقد من سنين طويله. دي حقيقه يا احمد. عايز اقول لك ان القرار اللي طلع في وقته وتهاجم بهذا الشكل، النهارده نتاج هذا القرار الجميل العظيم، فده بيرجع لان فعلا قيادات النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، وزي ما قلنا في حته تاني يعني احنا مش هنتقارن بافريقيا بقى واسيا، احنا عايزين نخش في المقارنه بيننا وبين الدول اللي هي المصنفه. عشان كده النادي الاهلي بيصارع مع ريال مدريد ومع بايرن ميونخ ومع الفرق اللي ليها باع كبير جدا في الكره الاوروبيه. لكن عايز اقول لك قرار راحه اللعيبه يعني كان قرار صراحه يعني حكيم، وقرار يعني مبني على نضج وخبرات، انك انت تاخد القرار ده في التوقيت ده وتريح اللعيبه عشان انت عارف ان في المستقبل هتجني ايه وهتشتغل على ايه وهتثمر بايه. فدي يعني ده قرار بصراحه يا احمد فرق معانا بشكل كبير جدا. كنت متوقع كابتن ماهر بمنتهى الصراحه يعني كنت متوقع النجاح الباهر لمستر مارسيل كولر من اول موسم ليه مع النادي الاهلي بالشكل اللي حصل دلوقتي؟ ما هو انت بتبني بقى النجاح ده يا احمد او التنبؤات ديت من خلال المواقف اللي بتحصل. ما احنا النهارده قعدنا ما قلناش ان الراجل عبقري وان الراجل عنده فكر وايه، لما بدا يعيش معانا 6-7 اشهر يعني احنا كان حكمنا على الراجل ان احنا اختياره من خلال السي في ومن خلال لجنه تخطيطه الكابتن محمود الخطيب. وطبعا احنا قلنا المدرسه دي بالذات بيبقى عندها طموحات والراجل جاي عنده طموح و و و و، فما كناش بنقدر نحكم على الراجل ونبدا نديله حقه الا لما نبدا نتعايش معاه. لكن الراجل من المدربين اللي فعلا يعني من خلال اول لقائنا معاه حسينا ان الراجل لا عنده حاجات جميله جدا وعنده دوافع كبيره جدا، وان الراجل ده جاي عايز يعمل تاريخ. وحتى يمكن هو قال انا عايز اعمل تاريخ مع النادي الاهلي، تاريخ من البطولات، تاريخ من الاداء، تاريخ من الاستراتيجيه، تاريخ من الشكل من الاداء. فبدانا نحكم احنا كمان ما نستعجلش في الحكم الا لما نشوف يا احمد. وانا ضد الاستعجال اللي هو ده عبقري ده خبيث ولسه في الاول، لا بالايجاب ولا بالسلب. لا بالظبط كده، سيب الراجل يشتغل بعد كده تجربه كامله عشان تقدر تقيمه. هو ده الحكم الحقيقي يعني. يعني ساعات بشوف أنا بشوف كمان انه اول موسم صعب انك تقيمه يا كابتن ماهر، يعني بشوف دايما اي مدير فني من حقه انه ياخد موسم واثنين ما دوم شفت فيه الامكانيات طبعا، وعمل معايا مشوار يسمح لي ان انا اراهن عليه تاني موسم، لانه دايما تاني موسم بالنسبه لاي مدير فني وحاجه طبعا اكتر حد ممكن تكلمني على ده تبقى الرؤيه اوضح، عشت واكتشفت شكل المنافسه، امكانيات النادي ايه، امكانيات اللعيبه اللي معايا ايه، احتياجاتي انا ممكن تكون في الموسم التاني مختلفه تماما عن اللعيبه اللي انا لعبت. فدايما تجربته في الموسم التاني بتبقى تجربه خلينا نقول مكتمله المعالم، اقدر ساعتها اقول
ده مدرب عظيم او ده مدرب مش كويس. هو ده اللي حصل. احنا ما حكمناش على الراجل انه عظيم انه عبقري في خلال توليته للمهمه بتاعته. يعني في ناس في ماتش واحد ومدربين ده على طول ده في ماتش انا بشوف واحد. يعني يعني حتى في الدورينا الجميل مسافه ما المدرب بيتولى بعد مباراه بيتحكم عليه انه هو هايل وانه عظيم وراح احسن المدربين. يا جماعه صبرا، يعني احنا بتملي مستعجلين القرار. لسه زي ما انت قلت موسم. انا عشان احكم على مدرب لازم يبقى فيه موسم كامل بالنسبه له. وبعدين عايز اقول لك ان الموسم الثاني زي ما انت ذكرت احمد كده مهم جدا، لكن هو الراجل من ذكائه هو بيحضر الموسم الثاني. هو ده بقى ده العبقريه بتاعه الراجل، ان هو بيبدا باحتياجاته للعيبه، الخريطه اللي هو وضعها بالنسبه للاستراتيجيه، احتياجاته للعيبه المؤثره في اماكن هو حاسس ان فيها عنده نقص. نتائجه الحمد لله 5 بطولات في 7-8 اشهر، ده بيديله ثقه اكتر. الراجل بقى فيه تحدي بالنسبه له، بتديله اصرار ان الموسم اللي جاي ان هو من بدايته باذن الله ان شاء الله برضك يبقى موجود على الساحه. ما خسرش ولا مباراه محليه، حاجه جميله. يعني المنافسه بينه وبين مانويل جوزيه ده احساسي كمان هيتفوق على مستر مانويل جوزيه، لانه لسه عنده 2 3 بطولات. يعني الموسم لسه ما خلصش بالنسبه له. صحيح. النهارده 5 بطولات، دي حاجة كبيرة وحاجة إنجاز. وعايز أقول لك يا أحمد إنه يستاهل. هو الراجل أولا متواضع جدا، وراجل واقعي جدا، وراجل عملي جدا، وراجل حابب المؤسسة وحابب المكان، والعلاقة اللي بينه وبين مجلس إدارة علاقة حميمة جدا. وعايز أقول لك بتهيألي كمان واللعيبة يا كابتن، برافو عليك، واللعيبة كمان في إحساس إن بقى في خلق كده بينهم بشكل كبير. أنا معاك في كذا حلقة يا أحمد قلت لك بص لعيبة النادي الأهلي نازلة التمرين وهي مبسوطة إزاي؟ بص لعيبه النادي الاهلي الابتسامه على وشها، الطمانينه من حاجتين. لعيبه النادي الاهلي مطمنه من المؤسسه، من البيت الكبير الدفء اللي هم عايشين فيه، والثقه اللي المجلس اداره موليها للولاد وحبه ليهم ومساندتهم بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه. وفي نفس الوقت كمان هم اللعيبه حابه ومياله الراجل بشكل كبير. خليني اقف معاك في الحته دي لانها حته شويه مش مرتبطه بالملعب، مش مرتبطه بالتكتيك، ومش مرتبطه بالحاله البدنيه والحاله الفنيه، لانه انا بشوف انه عدد كبير جدا من اللعيبه هي نجوم الفريق الموسم ده. لعيبه كانوا في اوقات كتير جدا مفاتيح فوز بالقاب وبطولات كتيره جدا، هي نفس اللعيبه دي اللي كان في حملات تشكيك في امكانياتها وفي قدراتها، وجت للاسف ده وضع ده شيء يعني الناس كلها كانت بتتعرض حتى من جمهور النادي الاهلي لانتقادات شديده وحملات هجوم شديده جدا. فكره انه الراجل يقدر يرجعهم الموسم ده عشان يظهروا بالحاله الفنيه اللي كانوا عليها، اعتقد دي برضو ناحيه سيكولوجيه او ناحيه نفسيه راجل ادى فيها مهمته بنجاح كبير جدا. ده اهم عامل يا احمد الراجل بيشتغل بيه، العامل النفسي. هو الراجل عارف المنتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، وده خلوهم من خلال الجزئيه دي معاشرته ليهم فهمهم كويس قوي. الجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير. يعني انا اشتغلت مع المان 6 سنين، هولمان وتسوبل. عايز اقول لك هم عندهم طريقه التعامل النفسي مع لعيبه احترافيه بشكل كبير بصراحه. لعيبه بيبوظوا الدنيا يروح واخده في الاوضه كده وقافل عليه، وبينه وبينه تلاقي لعيب خارج مبتسم وسعيد. الراجل دخله في الحته دي، ممكن يكون نبذه، ممكن يكون زعله، ممكن يكون ضايقه، لكن في الاول والاخر ده اسلوب هو بيتعامل فيه من الجانب النفسي مع اللعيب، بينه وبين اللعيب، مش على الملأ، مش قدام اللعيب، مش قدام الجهاز. برضك احنا لعبتنا بتتاثر، حساسه جدا لما تبدا تخش فيه. وده اسلوب قديم جدا، بس لما بتملكه بيطلع احسن ما عنده جدا، ولما بتكسره طبعا ما ينفعش. الجيل ده بالذات يا احمد، الجيل ده جيل محتاج انك انت ترفع روحه المعنويه. الجيل ده مظلوم يا كابتن ماهر؟ لا مظلوم، لا مش مظلوم، لا مش مظلوم، لانه هو بيعيش يعني في اجواء يعني احلى اجواء ممكن تشوفها. تمام بس بس يعني رغم انه لما تيجي تشوف الارقام اللي حققها الجيل ده تحديدا، و
وتحطها يعني مش هقول في مقارنه يعني عموما يعني ما تيجي تقيمها تلاقيها حاله استثنائيه ما حصلتش تقريبا في تاريخ الكره المصريه. ورغم كده يمكن هو يكون اكتر جيل اتحمل ظروف صعبه، واحد غياب جماهير في المدرجات، اثنين سوشيال ميديا كلها كتاب ولجان الكترونيه ليها اهدافها، ثلاثه ضغط جماهيري في اوقات كثيره جدا، دعوات للاعيبه انها تبقى تستحقش تيشيرت النادي الاهلي او انه ده يمشي، او في حاجات كثيره جدا معايير تقييم ممكن تبقى الى حد ما غايبه او مختلفه، فناس بتحب وتقرا الناس دي رغم كل الظروف والمعوقات دي قدروا يحققوا انجازات بجد تاريخيه ومن الصعب جدا على اي جيل تاني يكررها. اتحملوا هم زي ما انت قلت كده يا احمد، هم فعلا قابلوا مواقف صعبه قوي، ضياع برضه بطولتين صعبه جدا على النادي الاهلي، اللعيبه اللي انت ذكرتها معظمهم نجوم ما كانوش في حالتهم الطبيعيه. لم يصل احد، الشناوي بالظبط، معلول، الشحات، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، السوليه، ديانج، كهربا، ديانج، كل دول اتعرضوا يا عيني لضغط بشكل كبير جدا. شريف طبعا، شريف طاهر، لكن عايز اقول لك عبد القادر، انا يعني كل شويه افتكر حد، يعني كلهم اتعرضوا لضغوط كبيره جدا. واخفاقنا كان ليه اسباب، يعني لما نقعد نتكلم بقى بمنتهى الصراحه، اخفاقنا كان ليه اسباب، بقى لهم 3 سنين بيلعبوا يا جماعه، خدوا بالكم بين اهلي ومنتخب ورايحين افريقيا ونازلين ما ريحوش، فانت النهارده ده اي اله في اي مصنع موجود ليها ساعات عمل وبعدين راحه ساعه وبعدين نبدا يعني، لكن تخيل انت بقى ده راجل يعني راجل بشر، فيعني الضغوطات اللي تحملوها بصراحه فوق وهم انا بحييهم خلال برنامجك طبعا الجميل ده. هل شايف انه بما انه الدوري حسم خلاص مبكرا، متبقي لسه 5 جولات، هل شايف انه الافضل لينا انه نعمل زي عملنا الموسم اللي فات واحنا متواجدين باللقب، ندي فرصه لراحه العناصر اللي بذلت مجهود كبير الموسم ده، ولا مع فكره السعي لتحقيق العلامه الكامله تحقق ارقام يعني ارقام قياسيه تخش في الحسابات، انت عندك فرصتين او ثلاثه تحقق ارقام قياسيه الموسم ده ومنها تجهز العناصر ككل يعني لمشوار الكاس، شايف السيناريو الافضل ايه يا كابتن ماهر؟ اولا انا عايز احيي الراجل ان هو بعد فوزنا ببطوله الدوري، طبعا بنحيي جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي والجهاز الفني على بطوله الدوري، الراجل قفل الجزئيه دي، قال لك مفيش احتفالات، مفيش انتصارات، مفيش كلام سوشيال ميديا، انا في معسكر قافل على اللعيبه، عندي هدف تاني. أيوة. انت عارف مباراه الاهلي والزمالك بتبقى بطوله خاصه حد ذاتها. في حد ذاتها يعني أيوة. خلاص هجي لك دلوقتي في الحلقه. والراجل بصراحه قفل على الفرقه في الوقت ده عشان مش عايز الفرحه بقى اللي يعني بطوله الدوري تاثر على مستوى التركيز طبعا. أيوة. تاثر بشكل كبير، اللعيبه برضك بشر بس يعني. انا بشوف انها يعني كنت بقول ده حتى قبل ماتش امبارح بتاع سيراميكا وبيراميدز، قلت انه يعني انك انت تخش المواجهه باعصاب الى حد ما بره حسابات النقطه وانه محتاج ال3 بونت عشان تحسم يساعد اللعيبه اكتر على، ولا لعيبه الاهلي محتاجه دايما يبقى في دوافع جديه يعني احنا عشنا طول حياتنا في الدوافع دي يعني احنا وجماهيرنا ومجلس ادارتنا واجهزتنا الفنيه، الدوافع عن النادي الاهلي ما بتخلص. الدوافع عن النادي الاهلي لحد اخر مباراه. النادي الاهلي بيحترم كل خصم في كل مباراه وبيديله حقه في الاحترام، وبعدين بيرد بقى في داخل الملعب 90 دقيقه. فالنهارده انت عندك مباراه قمه، مباراه بطوله في حد ذاتها. الراجل يعني عايز مفيش حاجه، مش عايز يزعل، مش عايز يبوظ الفرح، مش عايز يبوظ الفرح، مش عايز يعكر المزاج الاهلاوي الجميل ده، مش عايز كرسي في الكلوب يبوظ لنا الدنيا يعني. انت داخل فرح بقى منظم وبعدين جالك واحد راح ضارب مثلا كرسي في هيج الدنيا وبوظ الدنيا، فانا بصراحه يعني بحييه. شايفه ماتش صعب على كولر الماتش اللي جاي؟ ماتش تكتيكي هيبقى على اعلى مستوى. في مرحله انتقاليه لنادي الزمالك بصراحه من خلال الفتره الحاليه. رايك في اوسوريو مع، مع الراجل بصراحه بيأدي برضك من ضمن الحاجات اللي محتاجه صبر والناس صبرت وبدا هو كمان يشتغل. فالشغل بدا ثماره يعني يبقى باين ويوضح في 3-4 مباريات اللي فاتوا. ده برضك بيدي يعني
خلي مستر كولر ان يبدا يعني يبدا يقرا الزمالك في الفتره الماضيه ويبدا يشتغل عليها عشان احنا محتاجين المباراه دي تبقى مباراه تكتيكيه على الزمالك. زمالك الخميس اللي جاي يعني من وجهه نظرك طبعا يختلف عن زمالك الدور الاول المباراه الاهلي كسبها 3-0؟ لان برضك هو عنده دوافع، اللعيبه عندها ثقه في المكاسب اللي حصلت في المباراه اللي فاتت، في تثبيت للتشكيل، في بعض الجمل التكتيكيه المقاولين وفيوتشر بتتكلم يعني كابتن مات. في بعض الجمل التكتيكيه بدات تبقى موجوده بالنسبه لنادي الزمالك. الدوافع فيوتشر، انا شفت فيوتشر يعني لغايه لما النتيجه كانت 2-2 او الشوط الاول، شفت الشوط الثاني بصراحه عرفت بعد كده ان الزمالك كسب، لكن شفت الشوط الاول شفت انه على عكس ماتش المقاولين لما اتقال على الابداع في الطريقه واللامركزيه والنتيجه السكور الكبير اللي اتعمل مع المقاولين شجع الناس على انها تروج للفكره دي انه في زمالك جديد، لكن انا شفت قمه المعاناه قدام فرقه بتلعب كره زي فيوتشر. وبالعكس على فكره لو فيوتشر كان يعني عنده الرغبه او الاصرار كان ممكن يخلص المباراه دي بسكور كبير جدا. بالظبط، لكن يا احمد كل مباراه وليها ظروف. ظروفها. وبعدين مباراه القمه بالذات تعتقد انه هيتقال له خلي بالك مباراه الاهلي غير، او انه مباراه الاهلي ما تحتملش النوع ده من المغامره وارجع لاسلوبك التقليدي، ولا الراجل هيبقى صاحب الكلمه الاولى والاخيره سيبوني العب زي ما انا عايز العب؟ هيبقى صاحب الكلمه الاولى والاخيره، لان هو واضح قوي ان هو عنده استراتيجيه وعنده حاجه عايز يحطها، بدات ملامحها تبدا تبان من خلال شكل واداء نادي الزمالك. القرار الاول هيبقى للراجل بشكل كبير، مفيش تدخلات من اللي حواليه الا بعض الحاجات الفنيه ممكن نقدر ناخد بالنا من الحته ديت، محتاجه توازن شويه، عايزين نلعب يبقى عندنا اسلوبين في اللعب. بندافع بشكل منظم وبنقدر نعتمد على الحاجات المرتده. طيب. يمكن يكون هو يتمسك برايه، لكن برضو من الوارد احنا بنتكلم على شخصيه مدير فني اجنبي مش مصري، يعني مش مدرك قوي لطبيعه الامور عندنا في مصر، لكن الراجل جاي يشتغل من نص موسم، فشايف انه الفريق اللي بينافسه او الفريق اللي خد حق، مش بينافسه هو كان بعيد عن المنافسه، الفريق اللي حقق لقب البطوله محليا توج بكاس سوبر على حساب نادي الزمالك، وتوج بكاس سوبر تاني على حساب بيراميدز، وبكاس مصر على حساب بيراميدز، وتوج بدوري ابطال افريقيا، بل انه شارك في بطوله كاس العالم وقدم عروض في منتهى القوه مع كبار العالم وقدر يكسب 2 منهم، وصحيح كان يمكن يكون افضل او ند بند في الماتشين التانيين لكنه ما حققش نتيجه. هل ده ممكن يفرض عليه انه يبقى بيامن نفسه او انه يغير طريقته او انه فكره الاندفاع الهوي؟ راجل في لقطات يا كابتن ماهر كان بيهاجم ب 10 لعيبه، يعني سايب نص الملعب بتاعه فاضي خالص. الجون بتاع احمد عاطف بتاع فيوتشر يعني كوره ممكن تتكرر في كل ماتش للزمالك 4-5 مرات. فهل تتوقع ان هو يفكر يعمل حساب للاهلي، ولا برضه هيواجه الاهلي بنفس الطريقه اللي هيعمل حساب؟ هيعمل حساب كبير للنادي الاهلي، ان هو برضك عارف تاريخ النادي الاهلي وشاف النادي الاهلي وشاف امكانيات النادي الاهلي، فاكيد طبعا هو راجل محترف، راجل هو جاي في ظروف صعبه بتمر على نادي الزمالك، لكن هو مش فارقه معاه، لان هو يقول لك انا اي حاجه بس بصمه هتبان هتتحسب لي. فالنهارده هو بيبدا يجني بعض الثقه من جماهير نادي الزمالك، من مسؤولين، من شكل التيم، من حتى ثقه اللعيبه بدات يعني يبقى في ثقه متبادله بينها وبينه. لكن هو طبعا اكيد 100% عارف قيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده خطوطه مكتمله. النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل، النادي الاهلي بيحب يلعب المباريات دي، اللعيبه دي بتحب تلعب المباريات الكبيره بشكل طبعا طبعا. ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كله نفسه يظهر في ماتش الزمالك طبعا طبعا، من مباراه زي ما نقول طبعًا. يوم عيد طبعا طبعا. فهو بالنسبه له يا احمد تاكد ان هيبقى في استراتيجيه في ادائه مع النادي الاهلي، مش هيبقى فيها مغامره، ان هو برضك راجل شايف النادي الاهلي وهو عارف لما خطوطه هتتفتح مع النادي الاهلي اللي ممكن يحصل فيه. اكيد اتمنى طبعا احنا أكيد نتمنى طبعا طبعا نتمنى. اكيد هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا، وهو معهوش الكوره هيدافع في نص ملعبه بتقارب خطوطه بشكل كبير عشان عارف قيمه النادي الاهلي في خطوطه الثلاثه. صحيح. وعارف النادي الاهلي لما تبدا تفتح الجيم معاه صعب جدا انك انت تلحق ترد. النادي الاهلي عنده من السرعات وعنده من المهاره وعنده من التكتيك في ثلاث خطوطه يضره اي تيم، فطبعا هو اكيد مش هيلعب الجيم المفتوح، هو برضك عارف بيلعب مين،
وإمكانية النادي الأهلي عاملة إزاي وخطوطه عاملة إزاي واللعيبة المؤثرة عاملة إزاي والتكتيك اللي موجود فيه النادي الأهلي عامل إزاي، فلازم يبقى حريص أكيد 100% من غير ما حد يقول له. على كل إن ماتش الستة إحساسي يعني بتاع المقاولين رفع الحالة المعنوية، الريمونتادا مع فيوتشر رفعت الحالة المعنوية، فهم جايين يوم الخميس ومفترض إن الحالة المعنوية في أعلى مستوياتها، مظبوط؟ ومش فارقة معاه بقى، يقول لك خلاص أنا مش فارقة معايا، أنا عايز أعمل مباراة قدام النادي الأهلي الناس تتكلم عليها وهكذا، أنا خسران دوري وخسران كأس مش فارقة معايا، فالنهارده أنا كمان بحترمه أكتر، يعني كولر هيحترم أكتر هذا الكلام. لسه هتكلم علينا إنه كمان الراحة اللي إداها مستر كولر للعيبة. طب خلينا نروح للنادي الأهلي، نروح للجزيرة ونروح لزميلنا كريم احمد. عوده الفريق النهارده مره ثانيه بيستأنف الجهاز الفني بقياده مستر كولر استعدادات النادي الاهلي لماتش الخميس اللي جاي، عندنا النهارده وبكره تدريبات واستعدادات ان شاء الله انتظارا بقى للموقعه او القمه يعني يوم الخميس اهلي وزمالك. نروح لزميلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكابتننا الكبير الكابتن ماهر امام. يعني يومين راحه كريم وعوده النهارده للتدريبات، تطمنا على شكل الاستعدادات، تمرينه النهارده مستر كولر بيركز فيها على ايه بعد راحه 48 ساعه، واتكلمنا كمان على ملف المصابين اللي يعني انا قلت في اول حلقه طبعا انه السوليه ومتولي ممكن يكونوا بعيد شويه عن الصوره وبعاد عن اللحاق بمباراه الزمالك، بس لو عندك جديد يا ريت نعرفه منك، وطمني على مشاركه ديانج كمان في تمرينة النهارده. يعني طبعا بالتاكيد في البدايه بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، مجلس اداره النادي الاهلي، لاعبين الجهاز الفني، الحقيقه موسم صعب وشاق جدا بكل ما فيه الحقيقه، تلاحم كبير للمباريات، لكن هي دي قيمه النادي الاهلي. الاستقرار كان مهم جدا، الاستقرار الاداري واحد من اهم الاشياء الحقيقه اللي بتنجح تيم زي النادي الاهلي، بجانب طبعا قيمه كولر وتركيزه والتزام اللاعبين ورغبتهم ان هم يرجعوا درع الدوري في مقر النادي الاهلي بالجزيره والمكان الطبيعي ليه، فعشان كده بنهني كل اللعيبه. لكن الفرحه زي ما بنقول زميلي احمد كابتن ماهر بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور بالنسبه للاعضاء، لكن بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني ان شاء الله الفرحه تكون يوم الخميس. ده الحقيقه اللي احنا لامسينه، شايفين الرغبه مع لعيبه النادي الاهلي ان هي عايزه تكون يوم سعيد، التتويج لما بينتهي بانتصار وبفوز على المنافس زي ما بنقول نادي الزمالك بيكون قيمته كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده الحقيقه مستر كولر فارض يعني مرحله مهمه جدا من التركيز النهارده، اجتمع مع اللاعبين يعني لمده 45 دقيقه، ده كانت محاضره مهمه جدا، اكد على امور عديده، اكد على المرحله، على المباراه، على اهميه ان احنا نكون مركزين، النادي الزمالك الطرف الاخر عنده دوافع وعنده رغبه، الراجل اتكلم في امور عديده جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، في جمهورنا اللي يكون متواجد ان شاء الله تكون احتفاليه، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تدي رساله مهمه جدا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي كعادته على القمه، النادي الاهلي الحاصل على لقب 43، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. الملف الخاص بالمصابين يمكن مش هطول على اكد على كلامك، السوليه ومتولي الحقيقه يمكن خلاص زي ما احنا اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي احمد وعبله يكونوا خارج القائمه وخارج المباراه، وده كان امر يمكن حبينا ان احنا ناكد عليه، يمكن الناس قالت ممكن السوليه يكون متواجد، لكن التاني الكبير جدا الحقيقه زي ما بنقول في كل مره من الجهاز الطبي، انت عارف زميلي احمد العضله الخلفيه بتكون محتاجه التاهيل، بيكون محتاج يعني هدوء شويه ومحتاج وعي شويه ومحتاج ان انت تدفع باللاعب تدريجيا بالنسبه للتدريبات، وده امر مهم كمان بالنسبه للمباريات. على الجانب الاخر ايضا كمان متولي سبرين انكل والتواء كان قوي شويه بالنسبه للمتولي، متولي يمكن عنده باد لك في الاصابات، فعشان كده التاني بيكون اكبر شويه، حتى لو انت قادر ان انت ترجعه بمراحل متدرجه لا بتكون عندك تاني شويه، عشان كده هنفقدهم في المباراه القادمه. لكن زي ما بنقول يعني ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، النادي الاهلي هيكون متواجد فول تيم. بعض الناس برده اتكلمت قالت ان يمكن مستر كولر هيحاول ان هو ينفذ بعض الروتيشن او ان هو يغير في بعض العناصر، باكد لك على في التزام كبير جدا في هذه المباراه، مش معنى النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري العام المباراه القادمه او المباراه القادمه تحديدا تكون بشكل متغير، لا في التزام وفي انضباط بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي، وده الامر الحقيقه اللي بنتمناه وبنامله. يوم الخميس يوم مهم جدا للاعبتنا، خلاص الدوري اتحسم، لكن الفرحه هتكون يوم الخميس باذن الله مع جمهور النادي الاهلي. انا شايف في لعيبه كريم تم تصعيدها، يعني بيتهيألي شفت من شويه اعتقد ده كان زعلوك مهاجم فريق شباب النادي الاهلي، عايز اعرف مين اللي في حد تاني تصعد معاه؟ لا يمكن هو الوحيد طبعا اللي متواجد، انت عارف لسه مرحله التصعيد بشكل كامل هتكون زي ما بقول لك بعد مباراه الزمالك، هنبدا نشوف عدد كبير من قطاع الناشئين بيشاركوا في التدريبات ومنهم ايضا كمان في المباريات، وده الحقيقه اللي مستر كولر كان بيتكلم عليه، قال ننهي الدوري، ننهي الدوري بشكل كبير جدا، نقدر ان احنا نصعد ونشوف يبقى عندنا متسع من الوقت ان احنا نقيم بشكل كبير جدا اللعيبه، وبجانب كمان ان عندنا لعيبه كتير ما خدتش فرصه في قائمه النادي الاهلي هنشوفها بمشيئه الله في المباريات القادمه، لكن زي ما بقول لك هو يمكن كلها طبعا وحدات تدريبيه عشان تكمل
الوحدات التدريبيه بالنسبه للعدد الصغير اللي بيكون من قطاع الناشئين، لكن الشكل الكامل ان احنا ممكن نشوف 6 و7 و8 لعيبه من قطاع الناشئين هتكون عقب مباراه الزمالك اللي عليها الانظار كلها واللي عليها كلها طبعا ان شاء الله باذن الله الامال الكبيره جدا للاعبتنا ومستر كولر. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه وفرحه منتظرينها ان شاء الله من لعيبتنا. ماشي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم احمد. دي كانت اخبار عوده الاهلي للتدريبات او استئناف للتدريبات مره اخرى بعد 48 ساعه راحه. نيجي للاهلي ومستر كولر ازاي بيفكر في اللقاء، وخصوصا احنا بنتكلم طبعا عن احتراف حمدي فتحي، رحيل برونو سافيو، اصابه متولي والسوليه، وكلهم يعني او اغلبهم كانوا لعيبه مؤثرين مع الاهلي الموسم ده. هل شايف في خط نص النادي الاهلي تحديدا في ازمه او في مشكله قبل ماتش الخميس يا كابتن ماهر؟ لا لا، زي ما قال كريم كده الراجل طبعا الافراح هتبقى ان شاء الله بعد المباراه. أيه ان شاء الله. الراجل مستر كولر بحقيقة طبعا اليومين دول مهمين جدا يا احمد في الاستشفاء. يعني برافو عليه. طبعا اللي راحة. طبعا برافو عليه يعني في فرق مع اللعيبه جدا بشكل كبير يعني. أيه. ويرجعوا لك فريش ويفوقوا اللعيبه. فطبعا ده من ضمن الاستراتيجيه او ضمن التخطيط اللي الراجل بيتبعه بشكل كبير جدا في استشفاء للعيبه او الفريق ككل. الحاجه الثانيه قدامه حل من الاثنين، يغير الطريقه يعني الاقرب او الانسب من وجهه نظرك، يغير الطريقه ال 4-3-3 اللي متعود يلعب بيها، او يلعب ب 4-3-3 مع توظيف بقى اسماء بعينها في الطريقه دي. يعني انا بقول يمكن الطريقه هتبقى زي ما هي بس ممكن يبقى في عنصر في نص الملعب. أي. يعني مثلا ممكن يبدا بقفشه، يعني مروان وديانج وقفشه قدامهم. تمام. انت عارف برضك مباراه الاهلي والزمالك دي بتحتاجه بلاي ميكر موجود، يعني صانع العاب بيقدر يعني لا وقفش مع الزمالك الحقيقه متالق دايما يعني. فمن ضمن الحاجات اللي الراجل برضك اكيد بيفكر فيها هو ده ممكن التغيير اللي يبقى موجود من خلال شكل التيم بالنسبه لطريقه اللعب او التشكيله. يعني مثلا لو قلنا الشناوي هيبقى محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر، معلول، ديانج، مروان، قفشه، وبعدين بيتس وكهربا و حسين الشحات. يعني ده الشكل اللي الراجل ممكن يبدا بيه من بدايه المباراه. وتثبيت التشكيل زي ما قلنا مهم جدا وعنصر مهم الراجل بيشتغل عليه، وطريقه اللعب ما بيغيرهاش وممكن تتغير حسب بقى مجريات المباراه. بالنسبه للعناصر اللي ذكرتها يا احمد طبعا احنا يعني حمدي فتحي بنتمنى له التوفيق. يعني حمدي فتحي بصراحه قضى مواسم مع النادي الاهلي كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب، وخرج من الاهلي مرفوع الراس طبعا، خرج مرفوع الراس مصر وبعدين الاهلي ابدا ما بيوقفش في مصلحه يعني ولاده، خصوصا ولاده اللي ادوا له وانتموا ليه لاخر لحظه، كانوا حريصين هم شخصيا على ان خروجهم من النادي الاهلي يبقى بشكل بالزبط. يليق بيهم ويليق باسم النادي الاهلي، معزز مكرم يعني. صحيح. فطبعا بنتمنى له التوفيق وسهلا بيه طبعا في اي وقت. ما اعتقدش ان الاهلي ابدا طبعا بيته خلاص يعتبر بيته كبير. الناس بتقارن، عارف يا كابتن ماهر الحاجات دي بتبقى فيها ليه ده سافر وليه ده احترف وليه ده مشي وليه ده ما مشي يعني. فبس بنقول انه سنه الحياه يعني. طيب طبعا طبعا سنه الحياه. سافيو يمكن يعني ما كانش موفق طبعا مع النادي الاهلي، وياما لعيبه على فكره في لعيبه كتير جدا جدا ما حدش يختلف على الكواليتي بتاعها مصريه بس قبل ما تكون محترفه، وممكن تيجي ولا توفق. ما في لعيب ما يتحملش الضغط الكبير جدا اللي بيتحط عليه انه يبقى مطالب بالفوز في كل مباراه وباللقب في كل بطوله، وانه يبقى 24 ساعه تحت 24 ساعه في ال 24 ساعه محطوط تحت ضغط جماهيري. خد بالك يا احمد احنا بنقابل المواقف دي بالذات مع اللعيبه اللي هم المحترفين المغتربين اللي جايين من افريقيا او جايين من اوروبا. العادات والتقاليد وبعدين الاسلوب، الشكل الاحترافي، الاجواء، الضغط، اللغه، كل الكلام ده ساعات بيأثر على اللعيب بالسلبي مش بالايجابي. لكن طبعا في لعيبه الحمد لله رجعت لمكانها الطبيعي زي مثلا بيستاو من ضمن اللعيبه اللي الراجل راهن عليها بشكل كبير، عوده كهربا مره ثانيه، لعبد القادر، شريف، حسين الشحات المتالق بشكل كبير بصراحه. يعني كل اللعيبه القندوسي الاختيارات اللي احنا خدناها في المراحل الشتويه او من بدايه الموسم، الاختيارات بتاعت خالد عبد الفتاح، القندوسي، ضو، مروان عطيه، بصراحه كلهم عناصر ما شاء الله يعني قدروا انهم يكونوا عند حسن الظن من الراجل وموجودين بصفه اساسيه. بعد ماتش الزمالك انا ما اتهيأليش ان هو الراجل ممكن يغامر في ماتش الزمالك بعناصر ما خدتش او ما كانتش اساسيه. بعد ماتش الزمالك متفق مع كريم فكره انه
تبتدي تدخل عناصر من فريق الشباب، تبتدي تدي للعناصر اللي يمكن ما كانتش بتشارك بشكل اساسي، ولا الكلام ده برده يكون بدري لانه الماتشات اللي جايه برده مش سهله يعني، او يعني استثني حرس الحدود نوعا ما، لانه حرس الحدود السنه دي مش هو حرس الحدود اللي بنشوفه كل موسم، لكن المقاولين بيراميدز المصري هل تجازف في ماتشات من النوع ده؟ ماتشات جماهيريه ما لهاش علاقه بالبطوله ولا باللقب، لكن ماتشات جمهور الاهلي عايز يكسبها، يعني ما يقبلش انه يخسر الماتشات دي، هل تجازف فيها بالاوراق الجديده دي ولا تعتمد على التشكيل الاساسي؟ هو الراجل ذكي جدا، عنده استراتيجيه طويله المدى مش قصيره المدى، الراجل باصص لقدام، الحاجات دي كلها يا احمد الراجل مخطط مخطط ليها وعامل حسابه. في بعض المؤتمرات اتكلم وقال قال في لعيبه هتلعب المباراه اللي جايه ان شاء الله بعد مباراه الزمالك، ويمكن ذكر بالاسماء يعني كل اللعيبه اللي مشاركتش، وعلى راسهم مثلا علي لطفي، مصطفى شوبير، القندوسي، الضو، يعني بعض اللعيبه الناشئين اللي ما خدوش، طاهر، محمد طاهر، هو عايز صحيح يحط اللعيبه ديت عشان في الاخر يبقى في تقرير فني للجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب لما نقول ده اعاره يبقى صح اعاره، ده بيع يبقى ده بيع، ده مش موجود يبقى ده مش موجود، ده موجود يبقى ده موجود. صحيح. هاخد معاك سريعا جدا كابتن ماهر نظره على جدول ترتيب الدوري سواء في مقدمه الجدول او في قاع الجدول، وتقول لي رايك ايه في شكل او قرايتك ايه للارقام دي وتاثيرها على او توقعاتك على شكل المنافسه في المواسم اللي جايه، لانه الجدول بيقول ان الخريطه الى حد كبير جدا اتغيرت. في مقدمة الجدول الترتيب الأهلي طبعا في المركز الأول، حسم البطولة قبل خمس أسابيع، قبل خمس لقاءات برصيد 75 نقطة، المنافسة تكاد تكون شبه معدومة، سواء كان بيراميدز في المركز الثاني مركز الوصيف أو الزمالك 59 أو فيوتشر 58، فوارق كبيرة جدا بين الأهلي وبين أقرب منافسيه، هل تتوقع يكون ليها تأثير أو انعكاس على شكل المنافسة في المواسم اللي جاية ولا موسم وانتهى؟ لا اكيد موسم منتهى، وهتبدا الانديه بقى تبدا تغير من استراتيجيتها. يعني السنه الجايه يعني شايف انه انا شايف ان المنافسه السنه الجايه لا هتبقى يعني اقوى من كده شويه. والرباعي هيستمر ولا هيستمر الرباعي؟ الرباعي هيستمر الرباعي. توقعاتك المنافسه ما تتوقعش ان فريق مثلا زي زد يطلع يعمل مفاجاه؟ لا لسه، لان زد وافد جديد يعني طرق اللعب بالنسبه له والاستراتيجيه فيوتشر بقى وافد قديم فيوتشر يمكن النهارده الموسم الرابع بالنسبه له او الثالث فاكيد خد خبرات الدوري الممتاز، زد هيحتاج خبرات للدوري الممتاز، هيحتاج تطعيم لبعض اللعيبه المؤثرين في الدوري الممتاز، هيكافح بشكل كبير. زد لو هيبقى موجود مثلا في يعني وسط الجدول ده هيبقى انجاز بالنسبه له، ما انت في استراتيجيه لكل فرقه من الفرقه اللي صعبه، رقم واحد يعني عايزه تقف عايزه تقعد وبعد كده نبدا من خلال المكانه دي نقدر ننقل المكانه اللي بعديه بالظبط وهكذا. في حد او في فريق تعتبره مفاجاه في الموسم الحالي؟ لا انا شايف يعني الـ ولا 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 الترتيب منطقي بالنسبه لك؟ هي المفاجاه بس المفاجاه في الترتيب ان الزمالك مش موجود في الزمالك مش موجود في المركز الثاني يعني هو اعتقد ان الزمالك اكتر فريق في مصر فاز بوصافه مفيش فريق يعني هي السنه دي يمكن اللي كانت مشكله بالنسبه للزمالك. طيب طبعا في انديه جماهيريه كانت بتعاني لغايه يمكن الموسم ال او الاسبوع الاخير على طول، طبعا استمرت معاناه غزل المحله اسوان، الاسماعيلي بفوزه على الداخليه صدر المشاكل الداخليه والى حد ما دخل منطقه الامان. تتوقع لو نزلنا بقى القاع الجدول او الترتيب الفرق اللي فيه اخر الجدول، عندنا البنك الاهلي وسموحه اعتقد الى حد ما برضو خرجوا من المعادله، اسوان، غزل المحله، الداخليه، والحقيقه ان هم هيلعبوا بعض، اعتقد انه أسوان هيلعب الداخلية وغزل المحلة هيلعب حرس الحدود. حرس الحدود ودع، منتظر مين يا كابتن ماهر من الثلاث فرق أسوان وغزل المحلة والداخلية؟ مين عنده فرص أكبر للبقاء من وجهة نظرك؟ هو احنا طبعا بنبارك للإسماعيلي يعني عشان الإسماعيلي من الفرق اللي احنا بنحبها ومن الفرق اللي بعدت خالص عن المنافسة بشكل كبير. طيب. يعني الإسماعيلي طول عمره هو صاحب المركز الثالث وساعات المركز الاول وساعات عنده بطوله من بطوله الدوري. الحمد لله ان هو ما نزلش. الحمد لله طبعا ما نزلش والاسماعيلي بعد. نتمنى ان شاء الله الاسماعيلي نشوفه في المنافسه السنه الجايه بشكل كبير. طبعا بنبارك بالبنك الاهلي. السيناريو ده بقاله كام سنه بيتكرر يا كابتن؟ دي من السنه
5 اهو. كل سنه يبقى في احتفالات ببقاء الاسماعيلي طبعا، ما ينفعش كده يعني النادي الاسماعيلي مش قيمته انه يحتفل ان هو ما نزلش، لا احنا عايزين النادي الاسماعيلي يحتفل بالمربع، يحتفل ببطوله انت بقى متوقع ان ده يحصل السنه الجايه؟ نتمنى تتمنى نتمنى مع حمزه الجمل تتوقع؟ يعني انا شايف مع حمزه الجمل لو دوله بس صبروا على حمزه ممكن يصبروا عليه الموسم اللي فات كان سبحان الله يعني. طيب الاقرب منهم مين؟ اسوان ولا الغزل ولا هم الدخلية؟ يعني اسوان والمحله يعني عارف من الانديه الشعبيه اللي احنا بنحبهم يعني بصراحه فيعني هيبقى صعبان علينا بصراحه الفرقتين الجمال دول ان هم حد فيهم المحله كان متصدر سبحان الله واسوان بدايه واسوان في الدور الاولاني يعني اسوان كمان من ضمن الحاجات اللي عملها انه عمل مباراه مع نادي الزمالك وقسم نادي الزمالك في الدور الاولاني سبحان الله والنتائج كانت ماشيه. لكن عايز اقول لك احمد مشكله الانديه دي الجانب المادي هما الاثنين كسبوا الزمالك على فكره سبحان الله ومن بعد مكسب الزمالك الدنيا على كيرف نزل نزلت شويه فقاعات كتير جدا المكاسب دي بتغير من ثقافه اللاعب او من توقعات اكيد مبروك مره ثانيه بطوله الدوري يا كابتن ماهر وما زالت الاحتفالات منتظره ومستمره مع الاهلي الخميس الجاي ان شاء الله نحتفل بفوز على نادي الزمالك وتأكيد الحقيقة السعي الأهلي نحو تحقيق رقم قياسي. إحنا بنحاول نخلق دوافع بس بالأرقام القياسية أما المنافسة فتكاد تكون شبه معدومة. مبروك للأهلاوية مبروك لكابتن ماهر همام وإن شاء الله بإذن الله الموسم لم ينتهي بعد وما زال هناك فرصة في مزيد من الألقاب والبطولات. أشكركم على المتابعة وتحياتي لكم.